قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نقول لكم باللي الرياضه صعاب في المعقول وما غاديش يقبلوا اي حاجه، خصوصا على الاسطوره المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. هنا كيبان الممثل ربيع القاتل اللي غيشخص شخصيه محمد بن عبد الكريم الخطابي في واحد الفيلم سينمائي جديد تحت عنوان انوال، المخرج ابنيات سعيد محمد بوزكو اللي تصورات الاحداث ديالو بدار الكبداني اقليم الدريوش. وهنا بعض الشخصيات اللي مثلات في هذا الفيلم. ملي درت بعض الابحاث على هذا الفيلم اكتشفت بانه كاينين الريافه اللي مشاركين في هذا الفيلم، منهم ميمون زانون واخرون. انا شخصيا ما غاديش نحكم على الكتاب من العنوان ديالو، غنشوفوا الفيلم وغنشوفوا شنو غيقولوا في هذا الفيلم، واش غتكون الاحداث صحيحه، لانه هذا الموضوع حساس وحساس جدا. وانتم الاخوان الاخوات شنو الراي ديالكم في هذا الفيلم؟ واش غيعطي اضافه وغيبين لنا الاسطوره محمد بن عبد الكريم الخطابي، ولا كتشوفوا شي راي اخر، خصوصا ان محمد بن عبد الكريم الخطابي اصابه التجاهل لسنين وسنين وسنين. هذا الشيء اللي عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم نهارا سعيدا، تهلاو فراسكم.